ما يلك خويا وقع لك مع هذا المرأة هذه شي حياتي تقلبها شو واقع؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. عاودني عاودني فشلي ابدا بدا خويا وفشلي بك خويا. هاد السيدة هذيك تجوج بها قالت نطلقوا، قلنا نطلقوا انا فراسي والو، كانت عندها عملية ديال القلب، انا كان نزاعات بيناتنا كاين بعض الخطرات وبحال ما كنقول لها خدمي وجيبي ليا خلصتها رزقها عندها كتخلص ستة سنوات كتخلص كترزقها ديما ما كنعرفش رزقها، ما انا ما حرمت ولادي ما عرفتش شحال كتخلص هذيك السيده. دخلت لها هاد السيده هذه ولدت مع جوج وليدات خدام على راسي، ولدت مع جوج وليدات بخير عارفاني خدام ما حطاش ولاد زيان الحمد لله على كل حال، كاع هذوك الدراري ولاد الشعب الحمد لله وشكروا منهم انا قدموا وليداتهم مقرينهم احسن تعليم الحمد لله، ما كان دو ديال عباد الله ما كانت نصبوا على عباد الله معروفين بوجه انا مكشوف بحال دابا فوق من اربعه اذا عدس في هاد الايام هذه لا اله الا الله ولدي محمد رسول الله. هاد السيده هذه قالت لك بغات نطلق انا فراسي والو حقاش هي ملي بغات تخرج هذيك فديك النهار ديال العمليه ما عرفتش يومين ثلاث ايام باقا الله دارت العمليه قالوا لي انتيا عندك القلب ما تبقاي تناسي ما تحملي ما تشربي فاني ديال الوالده ما صارحتنيش بهذا الشيء لقاش هي خايفه لا تصارحني ندخل على شي ضرر انا كون صارحتني وانا عطاوها بيد ديالها راه كنت راه لابارتمان انا عطاوها بيد ديالها وندبر على مراه نخلي لها ولادها داك الشيء كيخصني انا ما ما بغيتش نتزوج انا ولكن باش تنوضي كنصرفقك كتنفخ لك عينيك ولا كنضربك في كروشي تنعسي تجي لابيلونس ديك من الدار وتكذبي وخواتاتك وتنوضي في الاخر ديري طلاق الشقاق طيش طلاق الشقاق قالوا الحضانه قالوا ما باغا والو قلت لهم لا ولادي بقاو في المغرب وما يخرجوش من الدار بيضاء ولا قسم الله نعطيه الرئيس بقى شي خرج لي مسكين 300 درهم لواحد 6000 ريال لواحد ما كنعطيهاش ليها كنخسر اكثر منا في الشهر وكل شيء باين والجيران شاهدين وعندي اوراق ديال هذاك الشيء ديال ماكرو مرجان كذا مؤخرا انايا ما عنديش الفلوس كتجي من كاين كاش العيد كاين العيد عاوتاني اللي هو ديال رمضان راه ولادها شاهدين ويا راه بيناتنا الله والله الا شئت هي كسيتها بحالها بحال ولادها يعني دير اختي امي مقدسه كجميع المغربيات فايته هادشي راه فايته مصيفطاني بواحد 3 اشهر اوديو ديال التهديد هذا كيعدد ليا غيدير ليا غيدير ليا غيدير ليا صيفطتني نهار خرجت قالت لي وقالت لي البركه في راسك واش انتي مصيفطاني للحج راك مصيفطاني للحبس بحال كتشفى فيا من تما كاين انا مقابل ولادي نديهم نخرجهم نوكلهم احسن التليفون غنحطو للبوليس محجوز انا باش يشوف الوكيل كل شيء فيه شلا حوايج لا اوديو ديال السب شويه واش المره اللي تقول لك انا صاحبي فلان وفلان وفلان يدير لك وغايف اولادك يتسنطوا راه ما وراك ولدي راه شي هضره ما تسمعهاش ولدي انا كنسب انا يدوروا تيدوروا البوليس غرقوا عندي السب والشتم كنسب كنهددها واحد النهار كنهدد لابس تركو ديال الوداد قلت لك ودي الكاشكو الاحمر ديال البرد مع عند الله لابس هذيك بارك داروا لي اوديو حطوا اللي بغاو ومسحوا اللي بغاو ملي كانوا كيقولوا لي واتا الراجل وداد الوداديين واش انا قلت انا راه بنادم ديال موش ديت وقطعت لي ايدو هادي هو كنزري فيهم انا كنت كنهضر مع مرتي هذيك القاصير واحد البعلوكه كتكون في هذيك الدار كتدخل عند مرتي هزت التليفون ديتها معايا كتعيق عليا وكتحط لي ولادي وبا لقاني ضارب لقاها ضاربه ولدي الحجرو قال لي سير دي دين مايا وبدا يسب قال لي سير دي من الحبس واش انا غنوض ندي دريه في عمرها 16 عام ولا 15 عام من الحبس راني ولد البلاد ولد الاصل وما عنديش اي هذه هي عندي شهاده طبيه هي في جيبي هذه راه مده 15 يوم اش كنقول لها واش الدخول المدرسي تعطيني ولادي كتقول لي فوت سير عند وكيل يديرهم لك في كاسكرول سير عاد شي هضره ما كايناش انا غدا نفعل انا غدا انا اش بيني وبينك الهضره عندي اوديوات اخويا هادشي ها قالت اكو هذا راه كيعايرك راه تتسنط راه قال لك مع الالترا واحد النهار قالوا واحد النهار حرم حتى شي راه اوديوات عندهم راه باش مهديني انا دابا انا راه قبل ولادي راه غنمشي غنقول الحقيقه يدوني للحبس راه كاين انوي الشركه غنرجعوا ليها الا كنت نستاهل جنايات ندوز انا جنايات نتحكم 30 عام انا الا كنت شي الترا ولا كنت
عام وانا نطلب في الرؤساء في الاخر قالوا لي بغات تطلق بغات طلقنا باقي لحد الان كاين بعض الخطرات كنهز ولادي وكنمشي كنقول انت ضاربه امو هادي كنمشي عندها الشريكه كنخسر عليها كنقول لها العار كنطلبها كنقول لها رجعي بارتما مشيت انا غنهزها من كريدي وقف هادشي ديال سيدنا الله ينصرو على قبل الوليدات اخويا بقى واحد شويه المحبه شويه اما هادشي اللي دارجو فيا ولدي ودي كديرو في ولاده راه ما يبغينا الله لا عبده ولدي انا راه بغيت نسات العبسه ولدي انا ما عنديش الزوارت انا راه ولد البلاد انت ضربك با انا نضرب ولدي بموس شدو تديه ليا للكوميساري غنمشي للعبس راه ولدي هذاك ما خصنيش نضربو بموس انت فرقعتي من هنا درتي لي شلا حوايج وشلا مشاكل شلا حوايج هذاك قاصر واخا يكون كيطير كنا كنطيرو كان ولد جيراننا كيطيرو كناكلو تسرفع كناكلو لا ولا لا لا راكم ما كانتش حامله معايا انا الله يرحمها كانت مع 7 ما جيتش 7 د العشيه كاين بعض الخطرات ما جيتش 9 و 10 فين كنت تمشي حتى واحد الفرماسيان بعيد عطاونا الدواء دخلك شكوك واخا ما كاين والو لا اله الا الله محمد رسول الله ماشي كتدخل لي الشكوك ولدي ناعس واحد النهار هز التليفون غوتيت عليها مراه بنت السيكتور كنعرفها انا دير بكوامل في ديك القنت كيقول لك السيده فاسقه كتعرفها مرتي كتطلع من اعز الناس عندها عرفتي ولدي السمع قالت لي الو الو قالت لي السي السيد غادي يهضر معاك دابا الله يعمر ليه الدار راه هادي وهادي وهادي وما يخصك حتى خير الاخرى دارت هك ولدي مسكين دار راسو ناعس كيسمع كل شيء بغيت تخرج للطريق وخارجه هي الطريق انا النهار الاول اخويا خديتها في محطه ولاد الزيه لقيتها باركه قالت لي كنتسنى واحد الصديق ديالي قلت لها سيري مني كي لداركم راه يضحكوا لك كذا بقات بيناتنا علاقه شهر تزوجت بها صافي خديتها مرا انا راه كذبت عليا انا هي مرا وبارك عليا انا فيها فقر الدم فيها فقر الدم اش من فقر الدم اللي فيها فقر الدم جيبها لي الغد اللي مشيت لمحطه ولاد الزيان خدمت ما سقطوا دير كاع الحوايج درتهم قانونيين اش غنمشي عند الدبان نقول لي بنتك راه سرت تا ولدي قلت شحال من زباله لا ما راه دار شحال اش غنقول نقول شحال من زباله ولد الجامع هي واحد ختها شريرات جوجات ختها الكبيره شريره اخويا من انا هذا المنبر هذا شدت لي ولدي انا قالت لي شوف ضرباتك ماماك غاتمشي ماماك للعبس عرفتي مشيتي مع باباك قالت لي غتولي تبيع كلينيكس في محطة ولاد زيان من هذا المنبر كنقول لك اختي الا لا نورا الا لا نورا حاشا واش نخلي ولادي يبيعوا كلينيكس عندي واحد راه دعات الوقت راه راجل يبيع راه ماشي راه كاين انا 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 في الطفوله ديالي سيريت الصبابط بعنا الميك بعنا الميك درنا جميع الحوايج تحياتي لولاد المغاربه اي حاجه ولاد البلاد ولاد الشعب اي حاجه كنديروها الخيبه في هذه البلاد عندنا هي التجاره في المخدرات والسرقه السيده ما تمرش فيها الخير ما تقولهاش حرام عليا وليدي يا وليدات حرام عليا ديني ديال الاسلام ولدي الا قلت لك مشيت بغيت تولد بقى ما دارش العمل العظيم الا والدي يعاودوا لك من هذا المنبر كان بكي جابوا السينيغالي ولد قالوا راه عاوتاني في العمليه كيف فتحوا لها من 7 الصباح حتى الوحده هما اللي غنربح نحمد الله ونشكره ويخلي لكم الوالدين كاملين يا ولدي انا اللي بغيت نقول لك انا راه الدري ملي مشى للكوره وقالوا لي قال لي مراك كضرني رجليا وديته للطبيب الحاجه اللي بقات فيا قال لي رجلي مكمشه دابا بحال انا ولد البلاد صاحبي انا مش انا حولي انا ماشي كنقول ولد البلاد هي ولد البلاد يعني ولد البلاد هي مغربي انا عروبي الحمد لله والراس هو العروبي الدنيا غادي يدير التراكسي والميسكيلاسي ويدير الحديد ما يستافد والو غادي يتحل لي هذاك الشيء حشومه عليا صاحبي كيلعب في فرقه وهادي تواجه عنده لا انا غلبتني وحق الرمه غلبتني باش نحيد لها راسها بالله انت اش غنعيش في الدنيا بعمري 50 عام ولدي انت اش غندير انت تقول لي صاحبي بوليسي هذا يشدك هذا يدير لك هذا وتعداو عليا انا وسمعت لا حمي هذا سمعت انا الله ياخذ في دين امه من الحق ولكن باش عبدو يضربوا لي في الوليدات لا وبنات الجيران يضربوا لي الوليدات لا وتسخري مع تسعود الليل يشدوا ولاد الدربي في هذيك حي بعيد ولا مارت حي مصيبه اش بيا قلت لها عطيني اولادي البارح كتقول لي والله تندير لك قالب ديال الاغتصاب ومصيبه دير امك عاوتاني للحبس اش بيني وبينك يا بنتي الدنيا اختصفتوا الدري وخشوا باش يوريكم الدار قلنا هانيه ضربتوني عرشت عليا عباد الله كنت غتسابت عباد الله للحبس جاب الله انا واحد الانسان متسامح مع عند الله
والله وليدي وحق الرب نوريك شو حالتي يا وليدي. شوف اولدي حالتي هات شوف اولدي شوف شوف اولدي نقول لك قطعوا لي في الزوج. شوف اولدي شوف هات شوف داري شوف شوف داري اولدي شوف ودني انا عنقي عنقي قسموني هات شوف اولدي عندي شواهد طبيه راك 20 تصويره الدري عنده شي 3 ولا مع 4 الدري تا هو عنده شي 10 بزاف هادشي على سيدنا راه انا كناشد انا كندخل على الخاء ماشي جمعيه وانا نعطي رزقي خدام وما خاصني حتى خير اللي ساعدني نساعدو يدوا لي ولادي الخير يمشي انا ويا للحبس انا هاد الحكره هي سيطري بهذيك العضيو ديال السب والشتم يدوا لي للحبس ولكن هادشي اللي طاري لولادي هي ياخذوا لي حقي انا نمشي للحبس انا انا نقدر نخيط فمي النعمه ما ناكلهاش صفر سبعة اخويا علاش الجمعيه قول صفر سبعة صفر خمسة خمسة وستين تسعة وخمسين ستة وستين عاود قول صفر سبعة صفر خمسة وليت كنلقى في خفا خويا يا ربي يا ربي يا ربي شي مصيبه وشي موته من الوعده من الوقفه قلت لك شي طوبيس يضرب لي قول نمرتك خويا كاين الجمعيه صفر سبعة صفر خمسة خمسة وستين تسعة وخمسين ستة وستين في الاخر انا بك امين امين اولدي امين الله يرحم لكم الوالدين الله يرحم لكم راه ماشي بلاد الحق والقانون راه الحق انا فوزي هشام نعم سيدي فوزي هشام ساكن في اناسي اسمعني اسمعني اولدي نقول لك واحد الكلمه اللي بغيت نقولها انا راه مابقاش فيا الحال بقى فيا حتى حاجه بقى فيا داكشي ديال كتكذب على الحكومه وكنمشي بحال ما ديك النهار سب وشتم نضرب على اربع شهور ديال الحبس انا لحد الان انا راه قبل ولادي وليت كنقول لهم انا بنادم انا الاطراق قاطع البنادم نشدك ندير لك راه كنهدد ملي ضربوني انا داروا لي حاله راه حنا كنعرفوا ولاد البلاد كنعرفوا الودادين والرجاويين والجيشاويين كيطلعوا بالسيوف ولا بشر خلع باش يبعدوا لي من ولادي شدوا داك الشيء اللي يديروا لي تهديد اخويا لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله الله عاش سيدنا عاش سيدنا مرة عاش الحكومة المغربية.